السلام عليكم خوتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه يا رب العالمين. ربي يسهل عليكم ايديسيو بالرقرق اللي ما دارش يعرق. المهم كملوا عندكم خوتي، ومن جيت نهضر لكم على عينين تاتا راس البورنيا راس المحافظه اللي بقات حلاله ودلاله. المهم اليوم درتي ما عليك، ها درتي ما عليك ولكن عندك الزهر، والله الا عندك الزهر يهرس الحجر. لا انت ولا داك الراجل ديالك ولا دوك الكلاب الضاله، يا درك راكم وليتو تبتو وليتو كذا، وغير بشويه بشويه، ولكن نتوما والله ما صالحين. نقول لك علاش ما صالحينش، فيكم 6 تاع 70 الف وجه والله القاسم. انتيا ملي كتمشي كتهضري شوفي، انتي وليا وهي وليا، كتهضري في امنيه كتقولي لها ايوا عندها زوج ولاد، عندها بنيه وولد، ولد عايش مع باه، بنيه عايشه معاهم، حراميه. فين عرفتيها انت اللي حراميه؟ يعني انت راكي عارفاهم، وانت واش قلتي؟ يعني راكي باغي تفرطي من المغرب، يعني مين شتيها كبرت، يعني مين شتي القضيه كبرت، شتي القضيه فيها ان وشتي كذا وشتي كذا، بغيتي تفرطي من المغرب حقا حقا. فاش لبقتي لبقتي في ولدك، قلتي يا ولدي راه تعقد لي وراه ملي كيمشي للمدرسه كيقولوا لي اختك امنيه، ايوا انت راكي سرحتي بها بلا ما تحسي، وانت مليون في الميه راكي عارفه باللي هذيك الانسانه بنته. علاش راكي بلا ما حسيتي من دار معك استجواب، من دار من خرجتي داك خرج الاعلامي قلتي له انا ما يشرفنيش تكون هذيك خت الولاد ديالي، لحقاش راه الولد ديالي مي كيمشي للمدرسه راه كيقولوا له عاد درك اختك راه خرجت من الحبس واتهمتي. شوفي تقدر تتابعك قضائيا على اللي نسبتي لها بدون ما تعرفي حتى شي حاجه، قلتي لها قلتي لها ودي كانت تاكل مهلويسات، الحبوب المهلويسه بسكر علاني، وكنتي قلتي لها ودي راكي كنت تحرضي على الفساد. ايوا لعنة الله عليك، ما كانش شي فاسده قدك، انا غادي نقصفك، ما كانش شي فاسده قدك. علاش علاش كتمشي؟ شوفي انت وليا وهي وليا، انت بنت البيران يا راس المحافظه يا اللي بقيتي حلاله ودلاله. شوفي غير في امك، وشوفي غير في امك ووجهك، راك شراكي تشوفي راسك في المرايه ولا مراكيش تشوفي راسك في المرايه؟ الا مراكيش تشوفي راسك في المرايه شوفي راسك في المرايه وسبعي راسك. لحقاش لا ما عرفت باش غادي والله ما عرفت واش غادي نقول لك. هذيك عارفه بلي راكي انت بنت، انت امراه وهي امراه، تعيبيش العقايب على سبعه، اقسم بالله الا العقايب على سبعه مازال ربي غادي يعطيك شي مصيبه اللي غادي تلهي فيها، وراه غادي ان شاء الله غادي تجيك هذه المصيبه هذه وغادي تلهي فيها. علاش انت راكي انت اللي كنتي خانزه وكنتي زيرو بنت زيرو زيرو سات، انت يا هي يا راس موكا، انت هي اللي كنتي في زيرو سات وكنتي تمشي للبيران وكنت تمشي وزيدي 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 وزيد بزاف ديال الصوالح اللي كتعيبي واحد الانسانه واللي كتهميها، كتقولي لها هي تقدر تتابعك، اللي كتقولي لها انت كتحرضي على الفساد وكانت سكرانه وشدوها السكر العلاني، شدوها مع الناس وشدوها مع كذا، وكانت تاكل المهل الحبوب المهلويسه. فين شتي؟ علاش كتهمي عباد الله وما يكونش عند انت؟ واش سبحان الله العلي العظيم، مين بغير شوفي مين بغى ربي يفرشك، مين بغى الله سبحانه وتعالى يفرشك، قلتي لها ايوا راه ولدي كيمشي للمدرسه، مي كيمشي للمدرسه كيقولوا له علاش اختك راها عاد كي خرجت من الحبس، اختك راها عاد كي خرجت من الكوميساريه، وراها كانت مقرقبه وراها كانت تكمي وراها كانت تشرب. علاش قلتي لها هذه الهضره؟ هذه من الهضره ما خصهاش تقال. يعني شوفي راسك انت، وانا عارفك شتي كامل من هذا الشيء شكون اللي دارو، انت هي هي اللي ما خليتيش راجلك يعترف بهم، انت هي اللي قلتي لراجلك الا اعترفت بهذوك الاولاد الله يعاوننا ويعاونك. وفي التالي درك مين شتي القضيه كبرات، مين شتي القضيه كبرات، واش قلتي؟ قلتي انا ولدي ما بغاش يقعد لي في المدرسه هنا، ما بغاش يقعد لي في المغرب، حقا حقا خليه يشوفوا لنا شي حل. والكلاب الضاله ديالك تابعاتك كاع منافقين، يعني واش هادشي؟ الحمد لله وتحياتي لرجال الامن، تحياتي لرجال الامن ديال المغرب، لحقاش هما سمعوا للمغاربه وسمعوا للجمهور
باللي ما عندكش انت الحق تدخلي ايتها صفه. درك المغرب والقانون والامن راه عارف درك ما بقاش انت عشكون باكا سيدي ولا با سيدك ولا كذا، ما بقاش هذا الشيء. يعني القانون لا يحمي المغفلين. اللوطو حنا كانوا شي يوتيوبرز هضروا على اللوطو ما تدخلش، ما تدخلش، يدخل غير هو، وكانوا استجبوا لهذا الطلب هذا ودخل هو بوحدو على رجليه كيفو كيف الناس. وانت بقيتي كي المدلوله كي الهبيله برا بداك الشال وديك الجاكيطه، شنعت الفيلا وشنعت كذا، ها وجهك محروق. اللي مشيتي قلتي داك السيد راك محروق الوجه وكذا، انت راكي محروق خلوق، ومشيتي تعايبي الناس وتعايبيهم بالعهر وتعايبيهم، ما كانش شي فاسدين قدك انت. وشوفوا انتوما اللي راكم وراكي تقولي وهذوك ما نرضاوش بحباسه، ما نرضاوش حق حق بالحباسه اللي داخلين وخارجين للحبس. حشومه داك السيد راه صغير والبنت صغيره، اي واحد فوت اي واحد كيغلط. انت اللي حباسه اللي عندك في الدار كتمشي. المهم ما تخلي ما غاديش نبغي نهضر شي صوالح، ما بغيش نهضر في الاعراض نتاع الناس، ولكن انت اللي راكي جامعه دوك الكلاب انت وراجلك، الشيشه بابيشه وتحلال معيشه في الدار وزيد وزيد، ها وانتي كتهمي الناس بالفساد وانتي للتهم. هذا هو المشكل، هذا هو المشكل. كتهمي الناس بالفساد تفعلي انت، ولكن خليهم بهم بهم باهم. واش دخلك انتي؟ نتوما كاع بغيتو تكشو هذاك كونيترا، بغيتو تكشو داك المغرب، نشكي بهذا ندير بهذا، وانتوما الناس ما يشكوش بكم، نتوما الناس ما يرفعوش عليكم قضيه. ها اللي كتهمي الناس بالمخدرات وكتهمي الناس بالفساد وكتهمي بكذا، انتوما الفساد اللي عندكم في الدار. انتوما كان شي واحد يدخل ولا في هذا الوقت يدخل دارو صحابه، ما كانش ماشي يقول لك ودي لحق هذا بحال خويا لا هذا بحال راه عندك جوار صابوي الجامع كاع كاع الجامع عندك تما بالدار، الحشيش والقمر وزيد وزيد. ها ولا عقتو بقى غير في المشوش ودي المشا خير منك. مي قلتي مقدسة عرفناك باللي صافي انت خرجتي على الملاه كاع، يعني انت ما عندك قلب. مي قلتي هذيك الهضره انت ما عندكش القلب، القلب مات، انت ما تعرفش بينك وبين الله. واش خفتي حق حقها؟ راكي قلتيها فمك على الورت، خفت ولا ورتونا كذا منا، واش الله لا يخلي الورت ما يورت. بالقضية نتاع اخوتي نتاع راني البارح قلتها لكم في اللايف اخوتي الا سمعتوا، وقلت لكم اخوتي قضية مازال طويلة وغادي تأجل، وداروها مداولة في 8 شهر واحد يعني غادي يكون، يقدر تكون مداولة، يقدر يبينوا الحكم، يقدر يحكموا ويقولوا لهم ديروا لنا لا دي ام باش نعرف. فهمت؟ وها انت بكثرة ما بقيتوا تسبوا ولادكم، ومن يخرج قلت لك ما يشرفنيش يكون بار غادي تقصفك. عزيز كذلك قال لك ودي ما تشرفنيش تكون انت الوالد ديالي، ما تشرفنيش تكون انت با، ما تشرفنيش تكون انت شي حاجه، لحقاش انت ماشي راجل، ما فيكش الدم نتاع الرجال. الناس كرهوك كاملين، علاش نكرت ولادك؟ علاش غادي تمرض غير بالفقايس وغادي تبقى ترد لخاطرك؟ علاش راك عارف؟ شوف راك عارف بلي هذيك بنتك وهذاك ولدك، وانت بغيت تزيد تكبر القضيه وغادي تزيد تكبر. مرتك خافت من داكشي نتاع الزوار، قالت لهم لا لا حق حق انا ما درت لا الزوار لا والو، شي حاجه بحاجه راه غادي تبان ايطاب بايطاب غير بالمهل درجة درجة إلا بغيت تربح عندك غير طيح. والله أخوتي يعني راه كل شيء باين، باش تقولي ديك الإنسانة راه الولادي أنا ما يشرفونيش يكونوا أخوتهم راهم غير حباسة وداخلين وخارجين الحبس وكذا فاعلين وتاركين، هذه ماشي هضرة عقايب على سبعة. أنت راكي درتي كثر، أنت يا بنت الكباريات ما هادي كاع نقولو صغيرة، اي واحد كيغلط حتى واحد ما معصوم بالخطا، ولكن داك السيد علاش ما بغاش يعترف بولادو؟ هذا هو السبب، ما عرفناش. ولكن غادي يجي واحد الوقت الا ما خداش حقه هنا غادي ياخذوا ليها بالدنيا ان شاء الله، غادي ياخذوا حقه. ما بقاش مستقل لك ما عندنا ما نديروا بالنسب ديالكم، ما عندنا ما نستعرفوش حنايا ب ما نستعرفوش حنا ب بانا بحال هكا. قلت لك انا كاع ما نستعرفش واحد بانا بحال هكا اللي عايب بناته، ما تقدرش تهضر معاهم، ما تقدرش في الجلسه كذا. كيت الله ربي راه مسخك، راه مسخ. وعاد زاد مرتك لا حق حق واحد الفنان راه ايوا غير قولي موسماير ولا وعلاش نتوما من ما كتلقاوهاش للبيع كتحسوا بداك السيد هو اللي دار هذا المشكل، هو اللي دار مالكم انتوما اللي درتوا هذا المشكل، الوجه الحقيقي ديالكم بان هذا هو المشكل. الله يديم اخلك. المهم
خوتي ما نطولش عليكم الفيديو، استناوني بفيديو جديد راه كاين الجديد ان شاء الله. ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة، تضغطوا على زر الجرس، نموت عليكم نحبكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. نحبكم اخوتي، تبارك الله عليكم.